بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ النهاردة إن شاء الله الجزئية الخاصة بحركة بعض العناصر من خلال الأغشية الخلوية أو ما بين الخلايا وبعضها. طيب، أول حاجة طبعا هنبدأ بالنيتروجين. يعني تقدروا تقولوا المحاضرة بتاعت النهاردة بيبقى فيها تداخل، يعني معلومات متداخلة شوية، فاحنا محتاجين من السادة المستمعين التركيز ويربطوا معانا المعلومات ببعضها، لأن الكلام فيه نسبة كبيرة متداخل، أو فيه وظائف هنتكلم عن عناصر متداخلة مع عناصر تانية، فيعني محتاجين منكم شوية تركيز كتير شوية. أولا من النيتروجين، النيتروجين دوره بشكل مختصر في الثلاث وظائف اللي قدامنا دول: بناء البروتين، والبناء الضوئي، وانقسام الخلايا. طيب، ايه دور النيتروجين في البناء الضوئي؟ طبعا النيتروجين هو بيدخل في تكوين جزيء الكلوروفيل، زي ما بيدخل بالظبط. يعني احنا قدامنا شكل تركيب الهيموجلوبين اللي في الدم بتاعنا، والكلوروفيل او الصبغة الخضراء في النبات. الفرق ما بين الاتنين فقط في الذرة المركزية، في البني آدمين الحديد، وفي النبات المغنيسيوم. أنا الحقيقة يعني حبيت أجيب النموذجين عشان يعني بالمرة كده تعرفوا يعني إيه مغنيسيوم للنبات. مغنيسيوم للنبات يعني حديد بالنسبة لك. طبعا احنا لسه هنتكلم عن بنتكلم في النيتروجين الأول، مغنيسيوم مش النهاردة، بس الشيء بالشيء يذكر. يعني أي حد فينا لما بيبقى عنده أنيميا بيبقى بهتان شوية ومهبط وتعبان ومش قادر، ما عندوش طاقة وما عندوش أي يعني جهد إن هو يعمل أي نشاط زايد، وده بيبقى يعني من أعراض الأنيميا. وتقريبا هي نفس الأعراض بتصيب النبات. النبات اللي ما بيقدرش يعمل بناء ضوئي بشكل سليم بسبب خلل في أحد مكونات الكلوروفيل، وهي دي الصبغة المسؤولة طبعا عن البناء الضوئي، لأن هو ده الجزيء اللي بيمتص الضوء. في حدوث أي خلل في عملية البناء الضوئي بينتج عنها نبات بهتان، غير نضر، ما فيهوش طاقة أو ما عندهوش جهد لأي نشاط زائد، وبالتالي فأي نشاط من تزهير أو عقد أو تحجيم النبات ما بيقدرش يقوم بيه بشكل كامل. فاحنا لما نتكلم عن البناء الضوئي أول حاجة تيجي في بالك هما الاتنين دول، المغنيسيوم والنيتروجين. النهاردة هنتكلم عن النيتروجين. النيتروجين طبعا هو 4 ذرات، قدام كل ذرة مغنيسيوم معاها 4 ذرات نيتروجين مع باقي الهيكل الكربوني. طيب، البناء الضوئي، هو البناء الضوئي ده أصلا النبات بيحصل منه على إيه؟ يعني هو لما النبات بيعمل بناء ضوئي، هل بيبني بروتين؟ هل بي ايه البناء الضوئي؟ نواتج البناء الضوئي ايه؟ بمنتهى الاختصار، البناء الضوئي بينتج عنه الكربوهيدرات، المواد الكربوهيدراتيه والنشا. دي من الناتج الرئيسي لعمليه البناء الضوئي. طبعا احنا عندنا البناء الضوئي اللي هو ثاني اكسيد كربون وميه، ده دي يعني معلومات ابتدائي، 4 ابتدائي. ثاني اكسيد كربون وميه في وجود الكلوروفيل والضوء مع طاقة الفوسفات اللي هو الاي تي بي، الكلام ده عارفينه، الاي تي بي والنات بي والكلام ده، بيطلع لنا الاكسجين والكربوهيدرات. يبقى انا عندي الناتج الرئيسي لعملية البناء الضوئي هو المواد الكربوهيدراتية. ازاي النبات بيبني كل اعضائه وكل هيكله الأخضر أو النباتي بشكل عام من نواتج البناء الضوئي، وهي عبارة عن مجرد كربوهيدرات. يلا بينا. أولا، بما إننا النهاردة هنتكلم عن النيتروجين ناخدها كده بالدور. النيتروجين ابتداء من دخوله من التربة ودخوله النبات، احنا هنعرف دلوقتي ازاي النبات بيبني أجزائه الخضرية من خلال عملية البناء الضوئي، خاصة بالنيتروجين. هنبدأ بالنيتروجين.
النيتروجين احنا قلنا ان هو عنصر معدني، واتكلمنا المرة اللي فاتت او اللي قبلها قلنا ان العناصر المعدنية نفاذيتها من الأغشية الخلوية من خلال ممرات بروتينية، ممرات خاصة بيها، واتكلمنا عن ده وشرحنا ده وقلنا التخصصية ان كل عنصر بيبقى ليه حامل بروتيني او ممر بروتيني خاص بيه. طيب نتكلم بقى النهاردة سبيسيفيك عن كل عنصر. النيتروجين، النيتروجين النبات بيمتصه، اما بيمتص النترات ال NO3 ودي الاسهل حركتها في التربة واتكلمنا عن ده وقلنا ليه، او بيمتص الامونيوم، الاثنين بيدخلوا جوه النبات، سواء النترات ال NO3 زي ما قدامنا كده NO3 او ال NH4، يا اما ده بيدخل يا اما ده بيدخل، بس سواء النترات او الامونيوم كل واحد فيهم ليه ممر بروتيني خاص بيه، وده طبيعي، اصل ده شحنه سالبه وده شحنه موجبه، مستحيل نفس الشحنه تعدي من نفس الممر، ده حجم جزيئي وده حجم جزيئي، مستحيل نفس الحجم الجزيئي يعدي من نفس الممر. فاحنا عندنا الـ بالاحمر ده اسم الممر البروتيني، الممرات البروتينيه اللي في النبات، اللي لكل عنصر بيبقى كل عنصر ليه ممرات بروتينيه وليها اسماء معينه، وكل ممر بروتيني ليه ظروف خاصة في تكوينه أو اختفائه. هو طبعا لغاية دلوقتي نظرية اختفاء الممرات وظهورها وعددها وإمتى بتظهر وإمتى ما بتظهرش ما زالت تحت البحث والدراسة، ولكن في مجموعة معلومات متكونة عن بعض الممرات دي. طيب طالما النترات ليها ممرات خاصة بيها والأمونيوم ليه ممرات خاصة بيها، إذا كل واحد فيهم ليه ظروف في امتصاصه. يعني إيه؟ يعني الممرات سيادتك اللي بتمر منها أي كاتيون أو أنيون ليها محفزات لظهورها أو محفزات لعدم ظهورها. وعشان كده امتصاص النترات في بعض الأحيان ما بيبقاش مفضل ويفضل الأمونيوم، وامتصاص الأمونيوم في بعض الأحيان غير مفضل ويفضل النترات. المود أوف أكشن بتاع الحاجة دي ما زال برضو حتى الآن مش مفهوم، ليه الممر ده بيظهر في الوقت ده، ليه ما بنحبش أو النترات امتصاصها في بداية عمر النبات، طب الأمونيوم بعد كده، ما زال ده برضو غير مفهوم بنسبة كبيرة. ولكن من ضمن المؤشرات الكبيرة إن يا جماعة ده ليه ممر لوحده وده ليه ممر لوحده، وكل مكان منهم ليه ظروف ظهور واختفاء. فأنت لو ما عندكش ممرات بروتينية كافية لمرور الأنيون أو الكاتيون اللي أنت بتسمده، يبقى انت كده بتسمد والنبات مش هيستجيب. وده بيظهر كتير في احيان لما تيجي سيادتك تدي تسميده باليوريا او تسميده بالنترات وما بتلاقيش النتيجه اللي انت عايزها. لما نقول يا جماعه بنوجه اليوريا لفترات معينه من نمو النبات وبنوجه النترات لفترات معينه في نمو النبات، بسبب مجموعه من العوامل من ضمنها وجود النواقل او وجود الممرات البروتينيه المسؤوله عن مرور الايونات دي. طيب النيتروجين عدى من خلال ممرات بروتينيه خاصه بيه ودخل جوه النبات، دخل جوه اول خليه وهيمر من خلالها للخليه اللي بعدها وهكذا. احنا دلوقتي من شويه اتكلمنا ان النيتروجين دوره في البناء الضوئي، دوره في بناء البروتين، دوره في الانقسام. الشكل اللي قدامنا دلوقتي كشكل كده مختصر، النيتروجين بيروح فين جوه النبات؟ بيعمل ايه جوه النبات؟ طبعا احنا عندنا النترات، سواء نترات بتتحول ل NH4 او احنا امتصنا NH4. ونرجع تاني للشريحه اللي قبلها، ان لو سيادتك سميت نترات لازم يتعمل لها اختزال، لان الصوره اللي النبات هيبدا يستفيد منها ويتعامل بيها هي صوره الامونيوم ال NH4. فلو انت سميت نترات انت محتاج انها تتحول، شايف ان او 3 وبعد كده تتحول لنيتريت ان او 2 بعد كده ان اتش 4، اللي هي المعادله دي. لما بنسمد النترات من خلال انزيم واستخدام طاقه، لان ناد اتش ده طاقه،
بيتحول لنيتريت، وبعد كده بناخد طاقة تاني ناتجة من دورة كريبس، من البناء الضوئي، عشان نعمل اختزال للنيتريت وتحوله إلى أمونيا، ثم يحدث عملية اختزال تحول الأمونيا إلى NH2 اللي هي الصورة الأميدية. طيب عشان كده لما بنيجي نقول يا جماعة لا يفضل إضافة النترات في فترات الغيوم وفي فترات الصقيع، لا تفضل إضافة النترات. ليه؟ لأن اختزال النترات داخل خلايا النبات بيبذل فيها النبات طاقة إضافية لتحويل النترات لصورة مستساغة بالنسبة له، وعشان كده لا تفضل تماما في فترات الغيوم اللي هو في الشتاء، يعني عندنا غيوم وعندنا صقيع، النبات فاقد للطاقة، حركة الفوسفور ضعيفة، طبعا هو المسؤول عن الطاقة، فتبقى حركة الفوسفور بطيئة جدا في الشتاء، عندي مشكلة في البناء الضوئي، ما بيبقاش بكامل طبعا بكامل طاقته زي ما بيحصل في الصيف، وبناء عليه التسميد بالنترات بيبقى مجهد للنبات وما بيديناش سرعة النمو اللي ممكن ناخدها من أسمدة سلفات النشادر أو من اليوريا. طيب يبقى ده التحول الأول اللي بيحصل داخل النبات لو أنت مسمد لنترات. طيب الأمونيوم، خلاص إحنا نقلنا الأمونيوم، الأمونيوم بعد كده هيدخل في تحولات النيتروجين داخل الخلايا اللي هو في الآخر هيديك أحماض أمينية أو الأسبرجين. الأسبرجين ده بعد كده هيروح لتحويل لتكوين الهرمونات والإندول أستاتيك أسيد والسيتوكاينينز أو تكوين الأحماض الأمينية اللي بيتكون منها حاجة من اتنين، بيتكون منها البروتين وبيتكون منها الأحماض النووية. الأحماض النووية اللي هي الDNA يعني انقسام، وعشان كده قلنا من شوية إن النيتروجين مسؤول عن بشكل مختصر البناء الضوئي عشان بيدخل في جزيء الكلوروفيل، بناء البروتين لأنه بيتكون منه الأحماض الأمينية اللي تدخل في تكوين البروتين، الانقسام لأنه بيدخل في تكوين الأحماض النووية، بالإضافة لأنه بيدخل في تكوين الهرمونات النباتية. كل ما هو بروتين داخل النبات النيتروجين مسؤول عن تكوينه. طيب الكلام ده احنا عارفينه، هو احنا بنقوله تاني ليه؟ احنا النهاردة لما بنيجي نتكلم او احنا كل الكورس ده بيصب في الاخر ان انا اقدر اعمل برنامج تسميد مظبوط او مثالي واحصل على اسرع نمو واعلى انتاجية. طب احنا النهاردة لما نيجي نتكلم عن حركة العناصر داخل الخلية، الممرات البروتينية على سبيل المثال اللي العناصر بتمر من خلالها وعوامل تكوينها واختفائها، وهنعرف ده كمان شوية، بالإضافة إلى إن العنصر الواحد مسؤول عن أكتر من وظيفة يتدخل مع عناصر أخرى. يعني إحنا طول الوقت بنقول النيتروجين أحماض أمينية وبروتين، النيتروجين أحماض أمينية نمو خضري، لا النيتروجين مش نمو خضري بس، النيتروجين يعني أزهار برضو على فكرة، النيتروجين يعني أحماض نووية يعني انقسامات جديدة. ما هو ده النبات كله، ما هو ما أنا ما عنديش نيتروجين ما عنديش انقسامات، هعمل انقسامات ازاي من غير احماض امينيه اللي بتطلع لي احماض نوويه؟ ما هعمل ده ازاي من غير سيتوكاينينات، من غير اندول اسيتيك اسيد؟ كل ده النيتروجين بيصب لي فيه في الاخر. ممكن يكون في ميجر، في ميجر رول او دور رئيسي للعنصر، ولكن هناك ادوار اخرى يتداخل معه عناصر رئيسيه تانية. ده بالنسبه لتكوين البروتين. هو البروتين ده كمسؤولية النيتروجين، يعني البروتين أصلا، أو هنقول قبل ما نقول البروتين، إيه اللي مسؤول في الخلية عن الانقسام؟ الجزء اللي قدامنا ده، إحنا كده جوه النواة،
طيب النواة عشان يحصل انقسام والخلية تتضاعف وتبقى خليتين وبعد كده تبقى أربعة وبعد كده تبقى ثمانية ويحصل تضاعف الخلايا. ده بيحصل من خلال إيه؟ من خلال شريط الدي إن إيه. شريط الدي إن إيه هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن سكر ريبوز، سكر ومجموعة فوسفات وقاعدة نيتروجينية. يبقى أنا عندي الانقسام، نركز قوي، سكر اللي هو دي ان ايه المسؤول عن الانقسامات اللي قدامنا، ده شريط الدي ان ايه اللي قدامنا عباره عن سكر يعني كربوهيدرات، فوسفات وقاعده نيتروجينيه. طيب لحظه هنا، مع انا كل جزئيه هنربط فيها العناصر ببعضها. السكريات مين اللي مسؤول عن نقلها داخل النبات؟ البورن، العنصر الرئيسي البوتاسيوم دكتور، البوتاسيوم. مجموعة الفوسفات مين اللي هيكونها؟ سكوب القاعدة النيتروجينية هتتكون من ايه؟ نيتروجين. يبقى انا عندي هنا شريط الدي ان ايه المسؤول عن انقسام الخلية وعن تطور الدي ان ايه. ده موجود في الازهار وموجود في الثمار وموجود في كل الخلايا، كل الخلايا من المجموع الجذري لغايه اخر خليه موجود فيها دي ان ايه. ما هو ده جوه النواه وكل خليه حيه فيها نواه. يبقى لما سيادتك تعرف ان انقسام الخلايا سواء اذا كانت زهريه ولا ايا كانت هي ايه، ما هو دي ان ايه او الار ان ايه في الخلايا الجنسيه او الخلايا الجسديه، دي ان ايه والار ان ايه. طيب سواء ده او ده المسؤول عن تكوينهم البوتاسيوم النيتروجين والفوسفور. يبقى في حال من الاحوال سيادتك لما تيجي تسمد تقول انا هدي في اول عمر النبات نيتروجين عشان نعمل مجموع خضري. هو المجموع الخضري هيتعمل من النيتروجين لوحده ازاي؟ ما هو نيتروجين ده يعني مجموع خضري يعني انقسام، يعني انت عايز خلايا كتير. خلايا كتير يعني انقسامات دي ان ايه، ماده وراثيه. الماده الوراثيه يدخل في تكوينها ثلاث مركبات او مسؤول عنها ثلاث عناصر، البوتاسيوم والفوسفور والنيتروجين. يبقى ازاي انت في اول النمو تقوم جاي مدي عنصر واحد منهم؟ ادي ده اول تداخل. الكالسيوم. اصبر بس على رزقك. حاضر. كالسيوم ده في موال كبير للكالسيوم كمان شويه. دي يعني شكل اكثر توضيح بالنسبه لمسارات النيتروجين داخل النبات. احنا عندنا النواتج الرئيسيه للنيتروجين بينتجها الايثيلين، وده المسؤول عن ايه؟ شيخوخه. عن النضج، مش هنقول الشيخوخه. ايه النضج؟ ماشي ماشي. البوليمرز، المواد البوليمرز، ودي مسؤوله عن ليله كبيره سعادتك. لو اللي ما يعرفش المواد اللي هي البوليمرز مسؤوله عن تنشيط الهرمونات، مسؤوله عن تنشيط النفاذيه، مسؤوله عن تنشيط الدين. المواد او البوليمرز هي الكائن الحي. لو يعني اللي يحب يقرا عن البوليمرز هيلاقي فيها كلام حدث ولا حرج يعني. والاندول اسيتيك اسيد والسيتوكاينينز والاحماض الامينيه. دي المركبات او المخرجات الرئيسيه لمين بس؟ للنيتروجين بس. يعني النيتروجين تسميد متوازن من النيتروجين معناه نضج مثالي، لان هو مسؤول عن انتاج الايثيلين. البوليمرز، بوليمرز دي يعني من ضمن الانقسامات ومن ضمن زياده عدد الخلايا ومن ضمن قوه النبات والى اخره. بوليمرز دي يعني مواد امينيه عديده، يعني عديد الـ الـ عديد الـ الـ يعني الاحماض امينيه عديده. يعني اندول اسيتيك اسيد ده الاكسين الطبيعي الوحيد في النبات، واللي بيغنيك طبعا عن استخدام المنظمات السينثيتك او الصناعي. والسيتوكاينينز مسؤوله طبعا عن الانقسامات. الامينو اسيدز والاحماض الامينيه اللي هي المسؤوله عن تكوين البروتين. فده لما ده يبقى النيتروجين بس. طيب هل اللي قدامنا ده كله بيحصل بالنيتروجين بطوله؟ النيتروجين بس اللي بيعمله؟
هذا بتاع ده ابسط حاجه التريبتوفان، احنا قلنا الاندور اسيتيك اسيد مين اللي بيخلقه؟ الزنك، عنصر الزنك مسؤول عن تخليق، لان عنصر الزنك بيدخل بيبقى قلب مين بريكورزر اوف تريبتوفان. طيب والتريبتوفان هو اللي اذا عندك هنا تداخل مع عنصر الزنك تكون الاحماض الامينيه، بيبقى داخل معاها مش عارفه فوسفات. اذا انت هتلاقي ان المخطط اللي قدامك اللي بينتج فيه لعنصر واحد خمس نواتج، هو لوحده بيطلع منه خمس نواتج، كل منتج منهم بيروح في اتجاه معين، مجموعه عناصر بتتداخل معاه في نفس الوظائف. اذا هنرجع تاني لنفس الجمله، باي منطق تسمد عنصر لوحده في مرحله نمو كامله بيحتاج معاه 12 عنصر اخر ليتم كل العمليات دي بشكل كامل وسريع؟ الفوسفور. بالنسبة للفوسفور، كلنا نعرف ان الفوسفور هو مسؤول عن الطاقة اللي هي الاي تي بي. طيب هو حد فينا فكر هو الاي تي بي دي اصلا هي عباره عن ايه؟ اي تي بي دي الطاقه وفوسفور، هي اي تي بي دي بالنسبه لنا فوسفور. طب هي الاي تي بي دي اصلا عباره عن ايه؟ الاي تي بي ده بروتين عباره عن ايه بقى؟ هو سكر ادينين عباره عن ادينين. الله ينور عليك، عباره عن ادينين. والادينين دي ايه؟ دي قاعده نيتروجينيه وسكر ريبوز ومجموعتين او ثلاثه على حسب اي تي بي او اي دي بي وفوسفات. يعني هو عباره عن نيتروجين وسكر وفوسفات. يعني سيادتك عشان تيجي نقول لك ايه، احنا نبات في مرحله تزهير فاحنا هنديله فوسفور عشان الطاقه. طب ما هو عمله الطاقه الاي تي بي، احنا بنسميها عمله الطاقه في النبات، مسؤول عن تكوينها الثلاث عناصر. طب مش لوحدهم برضو على فكره، في ما هي عشان دي تتكون في منشطات انزيم وفي بلاوي سودا ثانيه، ده انا بتكلم عن التكوين الرئيسي. مين اللي بيدخل فيه او مين المسؤول عنه؟ فاذا انت حتى عنصر الطاقه اللي مسؤول عن التزهير انت او التجدير او الى اخره، في الاخر هتلاقي بيتداخل معاه عناصر ثانيه بشكل رئيسي. يجي ناس في بدايه النمو هو حامض فوسفوريك بس، هو عمال يسمد حامض فوسفوريك بقاله اسبوعين، بيسمد حامض فوسفوريك وده حقيقي. يعني انا شفت ارض نموها ضعيف وعليها اعراض نقص فوسفور. يا عم انت بتسمد ايه؟ قال لي انا ما سمدتش غير فوسفور. طب وهو الفوسفور لوحده هيعمل ايه؟ طب الاي تي بي ده انت محتاج، النبات محتاج طاقه مثلا وافتقد الطاقه، طب انت عمال بتدي له فوسفور لوحده، والفوسفور ده هيعمل ايه؟ احنا لسه محتاجين نيتروجين ولسه محتاجين بوتاسيوم ولسه محتاجين كل حاجه عشان اخد الاي تي بي بشكل كامل او بكميات كامله وتديني نتيجه سريعه ومثاليه. طيب هي الاي تي بي دي دورها ايه في النبات؟ الاي تي بي دورها في النبات بناء السكريات والبروتين، النقل النشط، الانقسام وتضاعف الدي ان ايه. طيب وعشان كده هنمسك كده جزئية بناء السكريات والبروتين. في مرحلة التزهير النبات بيبقى محتاج الطاقة للانقسامات وتضاعف الـ DNA في مناطق التزهير، بناء السكريات والبروتين في نفس الوقت، النقل النشط في نفس الوقت، ده في مرحلة التزهير. يعني مرحلة التزهير بس النبات كل الوظائف كاملة. طيب في حاجة ان النبات بيعمل الوظائف كاملة طول الوقت كل يوم،
ازاي انا بوجه كميات المادة السمادية اللي انا بضيفها بحيث ما اعملش خلل في النمو ده. احنا شفنا من شوية النيتروجين وهو بيكون الجلوتاميك والجلوتامين لغاية ما يوصل لأحماض أمينية. تكوين بناء السكريات ده بيحصل في، احنا شفناه في الاول في البناء الضوئي، ما هو تكوين السكريات في النبات من خلال البناء الضوئي، واللي بيدخل فيها طاقة الفوسفور. طيب لما سيادتك توجه النبات بإضافة كميات زائدة من النيتروجين، كميات زائدة من النيتروجين، النبات في الحالة دي هيستهلك الطاقة الموجودة عشان ايه؟ لبناء البروتين، المواد الخضرية، لبناء البروتين. ومش بس كده، ومش بس كده، احنا لسه قايلين من شوية ان النبات بيبني الكربوهيدرات. طب ازاي الكربوهيدرات دي بتبني البروتين؟ والبناء الضوئي ده بيطلع منه كربوهيدرات او مواد نشوية، ازاي دي بيتبنى منها النبات؟ هو ايه اللي بيحصل في الكربوهيدرات دي؟ بيحصل له انحلال، يعني ذرات هيدروجين وبتاع بيخش مكان منها مجموعة أمين، يبقى أقل من من النيتروجين. بيبقى أقل من النيتروجين ازاي يعني؟ هم قالوا يعني ايه اللي أنا سمعته بقى، اللي أنا سمعته ان زي فكين الاسنان كده، كل ما يبقى النيتروجين اكتر من الكربوهيدرات ده بيأثر على النبات. المواد السكريه والكربوهيدرات التي يتم بنائها من خلال عمليه البناء الضوئي بتتجه الى مسارين، مسار لبناء الطاقه اللي النبات محتاجها، ومسار للتخزين. زي كده بالظبط لما بتاكل، انت لما بتاكل جسمك بياخد الاكل بيعمل ايه؟ بياخد جزء منه بيحرقه للطاقه وجزء منه بيروح ويتخزن، صح؟ ده اللي بيحصل بالظبط في البناء الضوئي. الجلوكوز بيتعمل له حاجه اسمها اكسده، والاكسده دي بتحصل في عمليه التنفس، تحصل أكسدة للسكريات وتنتقل الطاقة اللي طالعة من الروابط الكيميائية دي ويتشحن بيها مين؟ يتشحن بيها الـ ATP، ويبقى دي الطاقة. أدي كده الجزء اللي رايح للطاقة. الجزء اللي رايح للتخزين الكربوهيدرات اللي زايدة عن الطاقة اللي النبات محتاجها بتتجه للتخزين. وعشان كده دايما في مرحلة العقد أو في مرحلة التزهير أو في مرحلة التحجيم بنقلل النيتروجين إلى أقل نسبة. ليه؟ لأن أنت لو دخلت نيتروجين في المرحلة دي الطاقة اللي طالعة من البناء الضوئي النبات محتاج في الوقت ده مثلا 20% للطاقة و80% بيروحوا تخزين مثلا في حالة التحجيم. فانت دخلت له مجهود زياده هيبدا يبني بروتين، بناء البروتين ومش عارفه ودي ان ايه وايه، هيحتاج طاقه ياخدها من الايه؟ من المخزون. فيبدا بدل ما نواتج البناء الضوئي، انت عملت مجموع خضري كبير جدا في بدايه عمر النبات، المجموع الخضري ده النهارده دوره بيعمل لك ايه؟ بيكون لك مجموعه كبيره جدا من السكريات والكربوهيدرات. المفروض ان المجموعه دي بيحصل لها ايه؟ الكميه الكبيره دي بيحصل لها ايه؟ بتروح تتجه للتخزين، بتتخزن. طب لو انت في المرحله دي زودت جهد النبات، انك زودت عليه اداءات جديده باضافتك للنيتروجين، او اضفت السيتوكاينين بكميات زايده، يبدا النبات يتجه للانقسام، واستخدام الطاقه اللي جايه من البناء الضوئي بدل ما تروح للتخزين بتروح للعمليات الحيويه الجديده. يعني انا عمليه البناء الضوئي اللي مسؤول عنها النيتروجين بينتج عنها سكريات ينقلها لي البوتاسيوم علشان تروح تتخزن،
او يتاخد منها طاقة ويتشحن بيها عملة الطاقة اللي هتلف في النبات كله. طيب الانقسام وتضاعف الدي ان ايه؟ ما هو يعني لسه قايل من شويه ان الفوسفور هو مسؤول او بيدخل في تكوين الدي ان ايه، مجموعات فوسفات. عمليه الانقسام نفسها بتحتاج طاقه، الاي تي بي، النقل النشط، وده اتكلمنا عنه في محاضرات سابقة، وقلنا إن إمتى النبات بيحتاج النقل النشط؟ إمتى؟ ما يمر من طبقة الفوسفونيبي لا أو الحمض البروتيني. لا، بيكون التركيز بره أقل. الله ينور عليك. رقم واحد، لما بيكون تركيز الأسمدة في التربة أقل من التركيز اللي موجود جوه النبات، المفروض إن رد الفعل الطبيعي للنبات يعمل إيه؟ العناصر تتجه من التركيز العالي للتركيز المنخفض، ده تبع نظرية الجود الأسموزي. ولكن علشان ده ما يحصلش والنبات يحافظ على محتواه وكمان يجيب العناصر اللي هو محتاجها اللي باقية في التربة، بيعمل حاجة اسمها النقل النشط. النقل النشط دي عبارة عن إيه؟ بيبذل طاقة. الله ينور عليك، بيبذل طاقة لمرور العنصر من مكان اللي التركيز فيه. هو في حد يقول ما فيش صوت أو صورة؟ حد يحلله المشكلة يا جماعة. النبات بيبذل طاقة لدخول العنصر من خارج التربة، لو أنت قل التسميد، لو أنت التربة بتاعتك فقيرة عندك، بيبدأ النبات يبذل طاقة لامتصاص العناصر. وعشان كده أغلب الأراضي الفقيرة أو في حالة جوع التسميدي ما ادتش الجرعة السمادية في ميعادها أو حصل خلل في التسميد، بيبدأ النبات يبدو عليه أعراض نقص الفوسفور حتى لو أنت عندك فوسفور. وده من ضمن الأسباب ليه؟ لأن النبات بيبذل طاقة زايدة بس عشان يمتص العناصر. طيب دخول الفوسفور داخل النبات، زي ما قلنا قبل كده، كل عنصر بيبقى ليه مجموعة ممرات بروتينية. وعلى فكرة الممرات البروتينية دي مش بس بتختلف من عنصر للتاني، لا دي كمان بتختلف حسب المكان اللي العنصر هيمر منه. لو العنصر ده بيمر من خلال الخلايا متجه للخشب، او لو العنصر ده جاي من اللحاء ورايح في اتجاه التخزين، سواء العنصر في اتجاه الاوراق او نازل من الاوراق في اتجاه اللحاء، في كل مكان بيبقى ليه ممرات بروتينية خاصة بيه. وده يودينا لحتة تانية، ان ممكن سيادتك في بداية النمو بتبقى عوامل انتقال العناصر بين النبات او بين الخلايا، عوامل انتقال العنصر ده او الممرات البروتينيه الخاصه بنقل العنصر ده لدخوله جوه النبات تم بنائها بكفاءه، ولكن هناك ممرات اخرى لنفس العنصر لاستخدامها في مسار اخر او في مكان اخر في خلل في بنائها. فيبقى انت اديت العنصر والنبات امتصه ولكن ما أداش وظيفته. وهنا برضو نرجع تاني لنفس النظرية، نظرية المعادلة الكاملة، إن وجود العناصر كاملة في كل وجبة سمادية بيؤمن انتقال العناصر الكامل الكفاءة من التربة إلى المجموع الجذري إلى الخشب إلى الأوراق ومن الأوراق إلى أماكن التخزين والعمل، لأن المسارات مش واحدة والعوامل مش واحدة. فأنت لو هتفضل ماشي برضو من حاجة تانية
يفضل ماشي بنفس برنامج التسميد، عمل تسميدة جابت معاه نتيجة حلوة ففضل شغال عليها على طول. الصورة اللي قدامنا، بصوا يا جماعة، اللي هي ال BHO1 BHO2 BHT4 BHT6 دي كلها ممرات بروتينية خاصة بالفوسفور بس. بوتاسيوم، هنخش على البوتاسيوم على طول كده. طيب بالنسبة للبوتاسيوم، البوتاسيوم هو العنصر الوحيد من العناصر الكبرى اللي ما بيدخلش في تكوين النبات أو ما بيدخلش في تركيب حاجة، هو عنصر طول الوقت عنصر معدني في صورة حرة، ما بيدخلش في تكوين أو تركيب أي حاجة. وكلنا عارفين إن العنصر البوتاسيوم هو العنصر المسؤول عن نقل السكريات، والعنصر المسؤول عن نقل الكربوهيدرات، ومسؤول عن الضغط الأسموزي داخل الخلايا وانتفاخ الخلايا وإلى آخر الكلام ده. البوتاسيوم زي أي عنصر معدني بيمر من خلال ممرات بروتينية. الممرات البروتينية المسؤولة عن مرور البوتاسيوم مختلفة شوية. احنا قلنا قبل كده ان العناصر بتنتقل حسب الجهد الكهربي، البوتاسيوم لا ينتقل، او الممرات الخاصة بيه ما بتبقاش متأثرة بجهد الخلية اللي هي داخلة عليها، لا، اللي بيأثر عليها وعلى نشاطها هو الكالسيوم. TBK ده ممر من ممرات الممرات البروتينية الخاصة بنقل البوتاسيوم، مش معتمد على الفولتيج أو الجهد الكهربي للخلية، ولكن معتمد على بروتين الكينيز المعتمد على الكالسيوم. وعشان كده قبل كده قلنا يا جماعة امتصاص البوتاسيوم والكالسيوم الاتنين مرتبطين ببعض. احنا مش بس كده، ده الكالسيوم يا جماعه النهارده، الكالسيوم بيضحي النهارده. الكالسيوم، وهنعرف ده كمان شويه يعني هنشوفها في الجزئيه بتاعت الكالسيوم، بيستخدمه النبات كرسول، كإشارة لتنبيه النبات لنقص البوتاسيوم، فيقوم النبات ينتج ممرات بروتينية خاصة بإمرار البوتاسيوم يزودها. يعني الكالسيوم وجوده بنسبة كافية مسؤول عن نفاذية البوتاسيوم، وده اللي احنا قلناه في الأول خالص كنقطة ذكرناه، ان ال CAK ratio مسؤولين عن النفاذية. الحاجة التانية ان الكالسيوم بالتعاون مع مجموعة معقدات بروتينية مسؤول على تنبيه الخلايا في حالة نقص البوتاسيوم لإعادة توازنها، اللي هي بمعنى صح كده ايه، تمشي حالها بالبوتاسيوم اللي موجود، إعادة توزيع البوتاسيوم. يعني أنت كنت واخدة 20 وعشان اللي بعدك واخدة مش عارفة 20، في حالة توازن. طيب في بعض الخلايا بدأ يحصل زيادة في نمو الخلايا، وفي بعض الخلايا بدأ يظهر عليها نقص أو هيظهر عليها نقص. النبات بيحمي نفسه لعدم ظهور أعراض البوتاسيوم مع بداية نقص البوتاسيوم عشان ما تظهرش أعراض، بيعمل إعادة لتوزيع البوتاسيوم في الخلايا. الخلايا اللي كان فيها 20 يبقى فيها 18، يبقى فيها 16، يبقى فيها 12، قبل ما يوصل لمرحلة نقص البوتاسيوم اللي هي بتظهر معاك في احتراق حواف الأوراق.
إذا الكالسيوم احنا لسه ما وصلنالهوش مسؤول عن نفاذية البوتاسيوم وتوازن البوتاسيوم داخل النبات. وعشان كده يجي حد يقول لك انا بدي كالسيوم مرة واحدة في الاسبوع، هي مرة واحدة في الاسبوع وطول الاسبوع انا بسمت عادي، بس انا الكالسيوم مرة في الاسبوع. طب وبالنسبة للبوتاسيوم اللي طول الاسبوع بنسمده ده هيخش ازاي؟ ده القنوات الخاصة بإمرار البوتاسيوم. من الآخر كده هي بإذن الكالسيوم، الكالسيوم هو المنظم ليها. النبات لو بدأ يحس بنقص بوتاسيوم، لو انت البوتاسيوم حصل فيه خلل، لو حصل فيه غسيل، لو حصل ايا كان، لو انت اصلا سميت بوتاسيوم ما هوش بوتاسيوم، وجود الكالسيوم هو اللي هينبه النبات لده، هو اللي هيخلي النبات يزود عدد الممرات البروتينية عشان أي نسبة بوتاسيوم في التربة يمتصها. ويأتي هنا الدور الآخر لتداخل العناصر، ويعتبر ده من ضمن الأدوار الميجور في تداخل العناصر، الكالسيوم والبوتاسيوم. طيب البوتاسيوم طبعا احنا من غير ما نحتاج نقول ان هو مسؤول عن كل حاجه، لان هو نواتج البناء الضوئي، الكربوهيدرات هو المسؤول عن نقلها. طب هو بينقل ده كله ازاي؟ هو ازاي البوتاسيوم هو اللي بينقل جوه النبات؟ بيشيل على كتفه حاجه؟ لا، احنا قلنا هو منظم للضغط الاسموزي، الخليه اللي بيدخلها بتمتلئ، وهو ده بالظبط الميكانيزم بتاع فتح وغلق الثغور. وعشان كده احنا بنقول ان البوتاسيوم منظم مائي بيحافظ على التوازن المائي داخل النبات، لأن البوتاسيوم أول ما بيدخل في الخلايا الحارسة بيعمل حالة امتلاء فيتفتح الثغر، اتفتح الثغر بيحصل نتح، وطبعا تبادل غازات ودخول ثاني أكسيد الكربون وإلى آخره. أول ما بيقل محتوى البوتاسيوم أو بيطلع من الخلية بتقل المحتوى المائي، بتفقد المية، فبتبدأ الثغور تتقفل تاني. وعشان كده من أهم الأعراض المبكرة لنقص البوتاسيوم، احنا قلنا من شوية ايه، خد بالك ان انت ممكن يبقى عندك نقص بوتاسيوم بس انت ما تشوفش أعراضه، النبات ما يديلكش اشاره الحرق الاطراف دي لان دي اعراض متاخره جدا. احنا قلنا النبات اول ما بيحصل نقص بوتاسيوم بمساعده الكالسيوم ومجموعه بروتينات بيدي اشاره للنبات ان هو يبدا يعيد توزيعه البوتاسيوم في الخلايا تاني. كل واحد كان في ايده 10، معلش في ناس مش هتاخد، فهناخد من كل واحد 2، فهناخد من كل واحد 3 عشان كله ياخد. إعادة توزيعة البوتاسيوم بتأخر معاك ظهور الأعراض، ولكن تبدأ تأثر على النشاط الحيوي في النبات، لأن انخفاض نسبته معناها انخفاض المحتوى المائي. يعني لو أنت في مرحلة إثمار ممكن يبقى عندك عدم تحجيم، وناس كتير يقول لك يا عم أنا ما عنديش نقص بوتاسيوم، ما هو الورق زي الفل ما فيهوش احتراق. هو بالنسبة له نقص بوتاسيوم لازم الورقة تتحرق، لازم أطراف الورقة فيها احتراق ومهندسين. ولكن انت لازم في بداية نقص البوتاسيوم ما يظهرش عندك أعراض نقص بوتاسيوم، ده لازم هو النبات مكيف نفسه لكده، لأن العنصر ده بالذات ما ينفعش خلية ما يبقاش فيها بوتاسيوم. خلية ما فيهاش بوتاسيوم يعني مش موجودة، ما فيهاش محتوى مائي. وده اللي بيحصل في حالة انخفاضه، وخلاص النبات مش قادر يقلل التركيز عن كده في الخلايا، فبتبدأ الخلايا الجديدة اللي بتطلع، أو مش خلايا جديدة بقى، هنقول نهاية الخلايا، نهاية صف الخلايا ما يبقاش فيها محتوى مائي، فتبدأ تجف، فتبدأ يظهر معاك احتراق الحواف، لأن خلاص ما بقاش فيه تقسيمة، كل واحد في إيده واحد، مش هعرف آخد منه نص. فخلاص كل خلية فيها النسبة اللي تحافظ على توازنها المائي، ما تنشفش، مش هينفع ننقل للخلية اللي بعدها، وهكذا من خلية لخلية لخلية، كل خلية سوت نفسها الصف أو الصفوف الأخيرة اللي بيبدأ يحصل عندها الضرر، أو بيبدأ يحصل عندها الاحتراق بسبب اختفاء المحتوى المائي منها، ما فيش بوتاسيوم يعمل لها محتوى مائي، يحصل لها جفاف فتجف
وتتحرق وانت تشوف حواف الاوراق البنيه. طيب بنشوف كتير اعراض نقص البوتاسيوم متمثله في ايه؟ التفاف اوراق. ايه يا باشمهندس علاقه التفاف الاوراق بنقص البوتاسيوم؟ كنت ماشيه كويس. بصوا اللفه دي، النبات اول ما يحصل عنده خلل في المحتوى المائي، نسبه الميه اللي موجوده فيه اقل من اللي هو محتاجها، يبدا يعمل ايه؟ يحافظ، يقفل الصخور، بيحافظ على، هو مش بيقفل الصخور، هو كده كده غصب عنه هتتقفل. ليه؟ لان انت ما عندكش بوتاسيوم يملاها، هو عندك نقص بوتاسيوم، فانت ما فيش بوتاسيوم موجود في الخلايا دي. حد يا جماعه يقفل عشان انا سامعه صدى صوت. البوتاسيوم لما بيوصل للخلايا الحارسه او خلايا الحمود يا جماعه، يا استاذ رفيق، يا استاذ رفيق، يا استاذ رفيق، الصوت اللي بتردد عند حضرتك. خلايا الصغور لما البوتاسيوم بيوصلها بيعمل عمليه امتلاء، امتلاء الخلايا هيخليها تتفتح ويطلع المحتوى المائي في عمليه النتح. طب لو انت ما عندكش بوتاسيوم كافي، فمبدئيا كده الصغور هتبقى مقفوله، ده رقم واحد. حاجه تانيه، النبات مع انخفاض المحتوى المائي بيبدا تلقائيا يقلل من مساحه الورقه المعرضه للنتح. يبقى انت عندك هنا اتنين ميكانيزم بيحصل، اولا ان الصخور بتتقفل بسبب اصلا نقص المحتوى المائي فيها، وطبيعي ان هي لما المحتوى المائي بيقل بتتقفل، واللي سببه ان ما فيهاش بوتاسيوم كافي. الميكانيزم الثاني رد فعل طبيعي من النبات مع انخفاض المحتوى المائي فيه، بيبدا يقلل مساحه الورقه عن طريق التفافها كرد فعل للنبات. مع زيادة عمر النبات وتقدمه في العمر، طبعا النبات ده عبارة عن جدر خلوية ومش عارفة أقشية، واتكلمنا قبل كده الجدر الخلوية والبكتين والسليلوز وإلى آخره، اللي مع زيادة تقدم عمر النبات الحاجات دي بتتسلط، فلو الورقة قفلت خلاص ما بتنفتحش تاني. فبيبقى انت عندك في المجمل في الاخر، بص بقى كله هيصب في بعضه ازاي، مجموع الخضري المفروض الورقه دي مفتوحه عشان بتعمل بناء ضوئي، طب هي مقفوله مش هتعمل بناء ضوئي، يبقى انت عندك مساحه نبات مثلا 100 سنتي، بس هي فعليا المساحه المعرضه للشمس في ال 100 سنتي 30 سنتي بس، فانت عندك كفاءه البناء الضوئي بقت 30%، بناء الكربوهيدرات عندك بقى 30%، وده دايما بنشوفها في اشهر نبات بنشوف فيه الموضوع ده، هو الطماطم. مستحيل خلاص كده، خلاص خلصت، مستحيل. احاول اعمل زي ما تحاول، هترش وتدي مؤشرات نمو، النبات يبدا يطلع نموات جديده وهم يقوم جايه يلحق بيها ما لحق باللي قبلها. النفاذيه بتاعتك باظت، ما عندكش اصلا نفاذيه كويسه، ما فيش اي استجابه، النبات مش هيبقى عنده اي استجابه، مساحه البناء الضوئي عندك ضايعه. هتلاقي بص لو هنتكلم بقى عن سلسله المشاكل اللي حاصله وايه اسبابها، انتوا ممكن لكم ان تتخيلوها انتوا جوه عقلكم. ففي المجمل او في الخلاصه يعني في الجزئيه دي، لما نقول نقص بوتاسيوم لا يلزم ظهور اعراض نقص بوتاسيوم. قد يتعرض النبات لنقص البوتاسيوم مما يؤدي إلى نقص الإنتاجية، ولكن دون ظهور أي أعراض، وذلك بسبب تواجد الكالسيوم. طب لو أنا ما عنديش كالسيوم، أنا مجوع الأرض، لا بوتاسيوم ولا كالسيوم هيدي إشارات لإعادة توزيع بوتاسيوم ولا أي حاجة خالص. الكالسيوم قبل ما نقول ايه اللي ممكن يحصل لك لو انت ما عندكش ولا حتى كالسيوم، لازم نعرف ان الكالسيوم من العناصر الرخمه قوي في دخولها للنبات. مش بالساهل ندخل الكالسيوم للنبات، وهنعرف دلوقتي ليه ناس كتير بتقول ان اضافه الكالسيوم من خلال الرش اسهل واسرع
من اضافته من خلال الري. وليه معاملات كتير بالرش بتحللي مشاكل فسيولوجية سريعا اكتر من لو انا حطيت الكالسيوم ده في التسميد بلاك ستيم مثلا او عفن. انا رشش كالسيوم النهاردة للبصل ما شاء الله عليك رجل. هشوف نتائجه بكرة بقى. احنا كلنا مبسوطين منك. نعم. البصل كمان انبسط قوي النهارده برضو. طيب الكالسيوم. الكالسيوم يا جماعه العنصر المظلوم في النبات. هو الجندي المجهول. هو بالنسبه لنا الكالسيوم ده بالنسبه لنا هو كل اللي بيعمله صلابه جدر. انتوا تسمعوا عنه حاجه تانية غير كده؟ يعني نادرا ما حد كمان يقول ان هو له دور في الانقسامات كمان، يعني لو حد قال ان هو له دور في الانقسامات يبقى كتر خير. بس هو اصلا ما هو دوره في الانقسامات هو راجع لدوره في الجدر برضه. الكالسيوم ليه ممرين بيدخل بيهم او بيمر بيهم بين الثنايا وبعضها. ايتي بيزز ديت الممر من الممرات البروتينيه الخاصه بيه، ونسبه الكالسيوم والهيدروجين. الكالسيوم بيدخل الهيدروجين بيطلع عشان يحصل توازن كهربي. ما هو لو انت المفروض ان الخلية النباتية او النظام الكوني طول الوقت بيبقى في حالة تعادل او في حالة توازن. النبات دلوقتي في حالة توازن، انا عايز ادخله كالسيوم والخلية متزنة كهربيا، طب الكالسيوم هيدخل ازاي؟ لازم يبقى في عنصر تاني يخرج من الخلية عشان ده يدخل مكانه، زي ما بيحصل بالظبط على حبيبات التبادل. الهيدروجين بينزل بيحل محل الكالسيوم على حبيبه التبادل وينزله للتربه. يدخل جوه النبات، الكالسيوم عايز يدخل الخليه فالهيدروجين يطلع عشان الكالسيوم يخش مكانه. وعشان كده دايما بنقول ان تظبيط وسط او حمضيه محلول الرش او محلول التسميد ليه عامل كبير جدا في استجابه النبات بعد كده للتسميد. وجود نسبة هيدروجين هي نسبة آمنة لتبادل العناصر سواء ما بين الخلايا وبعضها أو ما بين المجموع الجذري والتربة. طيب قبل ما ندخل ونقول هو بيعمل إيه، إحنا عايزين نشوف الأول المسار بتاع الكالسيوم الرخم ده وليه رشه أحسن، أو مش هنقول أحسن، أنا طبعاً ما أقدرش ألغي دور التسميد، بس ليه بنقول ان التدخل في حاله ظهور مشكله فسيولوجيه لابد من التدخل السريع عن طريق الرش، بالاضافه طبعا لاستمرار برنامج التسميد بشكل متوازن. الكالسيوم لما بيجي يدخل جوه النبات، احنا طبعا شفنا قبل كده تكوين المجموع الجذري وصف الخلايا، الخلايا الاولانيه ومش عارفه والكورتكس، واخدنا ترتيب الخلايا ورا بعضها، البشره والقشره لغاية ما نوصل لشريط ايه؟ شريط كزبر. شريط كزبر ده يا جماعة دوره ايه؟ بيمنع ارتداد السوائل والعناصر اللي بره النبات، صح؟ الكالسيوم بيمر ما بين في اللي هو في منطقة الابروبلاست او منطقة الامتصاص الحر، بيفضل يعدي ما بين الخلايا اللي هي المسافات البينية بين الخلايا، بيعدي الكالسيوم لغاية ما يوصل لشريط كزبر. شريط كزبر ده خلاص كده وقف مش عارف يعدي، فبيمر من خلال الايتي بيزز او تبادل الكالسيوم مع الهيدروجين، او بيعتمد على احيانا شريط كزبر بيبقى في بعض الاحيان او في بعض النباتات في حالات معينة في خلل في تكوينه، قطع، بناء غير سليم، ايا كان، يعني حته فيها خلل يمر من خلالها الكالسيوم. وعشان كده امتصاص الكالسيوم من خلال التسميد ابطا كتير من اي عنصر تاني، لان امتصاصه صعب شويه. لو ما عندكش طاقه كافيه، لو ما عندكش اي تي بي كافي، ما عندكش فوسفور كافي،
ما عندكش نيتروجين عشان بيدخل في تكوين الاي تي بي، ما عندكش بوتاسيوم عشان بينقل السكريات اللي بتدخل في تكوين الاي تي بي. لو الدنيا دي عندك مش كافيه، الكالسيوم هيبقى دخله صعب قوي، الاي تي بيز مش هتتكون. طيب هو باشمهندس، هو الكالسيوم احنا ممكن اصلا نهمل تسميده بنسبه كبيره، ما بنهتمش قوي، ممكن مره في الاسبوع ممكن ما تحصلش. الكالسيوم يا جماعه مش مجرد جدر، الكالسيوم رقم واحد بيدخل في تكوين الفوسفوليبيدز. ايه ده؟ الفوسفوليبيدز دهون مكونه للغشاء الخلوي اللي بيمر من خلالها المواد العضويه والدهون والكلام ده. وهو اللي بيدي للطبقه دي الثبات، هو بيزود ثبات الطبقه دي، ما تبقاش سهله التحلل، ما تبقاش سهله الزوال. يبقى لو سيادتك ما عندكش كالسيوم، انت مش بس نفاذية العناصر المعدنية اللي على رأسها. على فكرة هو الكالسيوم احنا هنشوفه دلوقتي كماسنجر، وده الدور الثاني. هو كماسنجر هو مش بس بيبعت اشارات لنقل البوتاسيوم عشان يتعمل ممرات لنقل البوتاسيوم، ده للنترات وللبورو وللحديد. يعني نقص الكالسيوم بالنسبة لك مش بس عدم نفاذية للعناصر المعدنية، وكمان لطبقة الفوسفوليبيدز، لأن هو المدعم الرئيسي لطبقة الفوسفوليبيدز، بالإضافة طبعا لدوره اللي كلنا عارفينه في تكوين جدر الخلايا وبكتات الكالسيوم والليلة الكبيرة احنا عارفينها، وطبعا دوره في الانقسامات، لأن الكالسيوم لما انت عندك بيحصل انقسام في منطقة مثلا تكون الزهرة، لو جدر الخلايا في المنطقة دي مش سليم، تخيل كده انت زهرة طالعة وجدر الخلايا كلها ضعيف وهش، يبقى هيسهل انفصال الجزء، هيسهل انفصال عنق، لان هي العنق ده بيبقى اضعف منطقة، بيسهل انفصال الازهار او العقد الجديد عن النبات، لان المنطقة دي أضعف منطقة في النبات. ففي حالة نقص الكالسيوم ما بيبقاش فيه ترسيب على الجدر طبعا بشكل كافي، وبالتالي بتبقى سهلة الانفصال. بالإضافة طبعا إن هو لو أنت ما عندكش أصلا كالسيوم، فأنت ما عندكش نفاذية عناصر تانية محتاجينها في عملية التزهير ومحتاجينها في عملية الانقسام. فبشكل عام كده هنطلع بقى كده اوفر فيو كده، عدم تسميد العناصر السمادية في نفس التوقيت يؤدي إلى بطء في النمو. أنا لما نشرت على الصفحة من يومين صورة لتطور بطيخ، في يومين الصورة كانت في يومين، في البعض قال لا دي يوريا، ويعني هو مفهومه ان اللي بيعمل سرعة نمو اليوريا، او لا ده سباخ، لا ده مش معقول، ده ما حاجة ما تحصلش. احنا من كتر ما اعتدنا البرامج التقليدية او البرامج القديمة واعتدنا حركة نمو معينة، اصبحت اي مشاهدة جديدة او اي حاجة دي بالنسبة لنا خزعبلية. انا في عندي صور يعني مش هتتنشر الا بعد ما الزرعة تخلص، وده لطلب صاحبها. يعني سرعة النمو والتطور لا يصدقها عقل، نفس الصورة بنفس الكادر لنفس النبات، والصورة بالتاريخ وبالساعة.
في خلال ممكن نقول في خلال اسبوعين من النبات مثلا من طول 3 سنتي فوق سطح التربه لحوالي ممكن نقول في المتوسط من 10-15 سنتي. ده في اكتر من كده يعني، بقول متوسط، فمن 2-3 سنتي ل10-15 سنتي في خلال اسبوعين بالظبط، ده دي سرعه غير عاديه. الفكره كلها ما كانتش معتمده على منشطات نمو ولا هرمونات ولا دخل اي حاجات متخصصه من الغاليه بمليون جنيه. هي كل الفكره مجموعه العناصر كامله تم تسميدها في وقت واحد. اللي بيحصل عندك ان الاي تي بي طاقه، عندك 3 عناصر، عندك البروتين محتاج مش عارفه كذا ومحتاج كذا، والبوتاسيوم عشان يدخل في الكالسيوم، في الكالسيوم عشان يعدي محتاج مش عارفه الفوسفور، والفوسفور عشان يتعمل محتاج النيتروجين. كل عنصر هتيجي تدور فيه وعلى الوظائف بتاعته هتلاقي فيه عناصر تانية داخله معاه. طب لو كل العناصر دي موجوده في وقت واحد، تخيل سرعه العمليات الحيويه اللي هيتم فيها التحول او التمثيل داخل النبات. الكالسيوم زي ما احنا في الصوره اللي احنا شايفينها دي، طبعا هو دايما احنا الصور كلها اللي فيها نفاذيه العناصر دي منطقه الفوسفوليبيدز اللي بيبقى فيها، ده الممر البروتيني الخاص بالكالسيوم، ودخوله اما بتبادل الهيدروجين او في الممر الخاص بيه. اوقف البث ومعاكم في اي اسئله. حسنا.